السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. مستشار جديد يدخل قصر قرطاج، رئيس الجمهورية يستعين ويعزز الفريق العامل معه في قصر قرطاج بمستشار جديد، بعد خاصة الاستقالة المدوية لنادية عكيشة اللي كانت استقالة أثارت برشا حبر، أثارت برشا جدل على اعتبار قربها من رئيس الجمهورية، الثقة اللي تحظى بها السيدة نادية عكيشة من قبل رئيس الدولة قيس سعيد، ومع ذلك قدمت الاستقالة متاحة، وحتى نص الاستقالة أو التدوين اللي كتبتها كانت أثارت جدل باعتبار حكيت على المصلحة العليا للوطن، وأنه فما ناس معناها وكأنه فما إشارة إلى أنه فما برشا مشاكل داخل قصر قرطاج بخصوص هذا الموضوع. قديش سجلنا من استقالة في قصر قرطاج؟ سجلنا تقريبا منذ 2019، منذ تولي قيس سعيد المنصب، منصب الرئاسة، تقريبا 11-12 استقالة في الحدود هذية، واللي اعتبروه المحللين انه رقم كبير في ظرف عامين تقريبا نسجلوا 12 استقالة ولا 11 استقالة، فهذا كبير برشا، يدل على عدم استقرار في قصر قرطاج، يدل على انه فما برشا حاجات يعني غير مستقرة داخل القصر، وإلا فمش تناغم بين الكيب اللي هو مع رئيس الجمهورية قيس سعيد. اختلفت القراءات واختلفت الأسباب متاع الاستقالات، فما استقالات أرجعت إلى نادية عكيشة انه هي يعني كانت الشخص المحوري في قصر قرطاج، ربما ممكنش تتفاهم مع برشا الناس، خاصة السيدة رشيدة النيفر اللي أشارت ووضحت أنه سبب متاع الاستقالة متاحة ما عندهاش خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وما عندهاش إشكالية مع قيس سعيد، بالعكس فما توافق بيناتهم، ولكن تقول لك العمل مع نادية عكيشة ما كانش مريح بالنسبة لها وما فمش توافق بيناتهم زوز، دونك خيرت الاستقالة. برشا استقالات أخرين ما نفش نرجع لهم برشا في هذا الفيديو، ولكن نحكيه على مستشار جديد يعينه رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم اصدر في الرأد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم 15 مارس 2022، اصدر أمر رئاسي عدد 248 لسنة 2022 مؤرخ يوم 14 مارس، يقضي بتسمية ضيغم بن حسين، هكا اسمه ضيغم بن حسين، مستشار جديد لدى رئيس الدولة. هذا يجي في إطار تعزيز الفريق العامل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في مرحلة حساسة، في مرحلة مهمة جدا، باعتبار وأنه يعني الفترة الحالية فترة استثنائية، مقبلين على استفتاء شعبي، على ربما تغيير النظام السياسي، على استحقاقات انتخابية كما الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، واللي اليوم نلقاو برشا تصريحات عليها، مثلا من أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اللي اليوم في تصريحات إعلامية يحكي على استبداد، يحكي على استبداد يسميه دستوري أو ديكتاتورية دستورية، عفوا مش استبداد، هو استعمل كلمة ديكتاتورية دستورية، يقول إنه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أصبحت بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لذلك نعيش ديكتاتورية دستورية، هكا يقول أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اللي يعتبر وأنه في تونس والتجربة اللي عشناها في تونس أكدت وأنه التجاوزات راهي تصدر من السلطة الكل، تصدر فما تجاوزات من السلطة التنفيذية، فما تجاوزات من السلطة التشريعية، وحتى زاد السلطة القضائية اللي دخلت على الخط على حد تعبيره. أمين محفوظ يقول إنه في تونس نعاني من تجاوزات صادرة عن السلطات الثلاث، ويقول إنه السلطات الثلاث اليوم أصبحت بيد رئيس الجمهورية، ولذلك حرفيا هكا قال نحن نعيش ديكتاتورية دستورية. إيش معناه؟ يقول لك هي مش المعنى متاع الديكتاتورية بالمعنى السلبي، معناها حاكم ديكتاتور وإلا يعني حد في السلطة ديكتاتور، وإنما هو ديكتاتورية بالمعنى الإيجابي، بمعنى جمع السلطات
وهذا يعني في فترة استثنائية تصبح إيجابيا. هذاك علاش سماها أستاذ القانون الدستوري ديكتاتورية دستورية، يعني بالدستور ويقتضيها الدستور، وإحنا الكل في يعني انطلقنا من الفصل 80 من الدستور على حد تعبيره. نذكر وأنه أمين محفوظ هو أستاذ قانون دستوري مقرب جدا من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يحضر ديما في قصر قرطاج كل ما تكون فما مناسبة هو وثلة من أساتذة القانون الدستوري. يقول لك اليوم إنه الدكتاتورية هذه هي جمع السلطات، وهو أمر معروف في الحالات الاستثنائية. يقول تم العمل أو تم تعليق العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، تعليق العمل بشنو؟ بمبدأ الفصل بين السلطات. وقال المسألة هذه راهي تصير في الحالات الاستثنائية، وصارت في عدة دول على غرار فرنسا، ما هيش بدعة، يعني صارت في فرنسا إنه في فترة استثنائية يعني الرئيس يخوها السلطة هذه، لأنه الفترة تقتضي ذلك. يعتبر أمين محفوظ وإنه الرئيس يعني لازم يغير الرزنامة الانتخابية اللي أعلن عليها ويقلل من الفترة الاستثنائية، لخاطر هو الانتخابات وقتاش في 17 ديسمبر 2022، ربما يتم تقليص الفترة الاستثنائية هذه ويتم تقديم موعد الانتخابات التشريعية قبل الوقت هذايا. على كل توا نعرفوا كيفاش يجي هذايا في الوقت اللي فما برشا أطراف اليوم تقول لك لازم حلول للأزمة السياسية، فما أحزاب رجعت تنشط، فما أحزاب تعقد في المؤتمرات متاعها، فما تصريحات، فما أحزاب أخرى تعمل في تجمعات مسيرات في تونس العاصمة، ترفع الصوت عالياً، تعبر على رأيها، تعبر على موقفها من الفترة الاستثنائية، اللي يقول لك اليوم لازم نخرجوا من هالفترة الاستثنائية في ساعة في ساعة. كما نلقاو اليوم عياض اللومي مثلا اللي هو نائب في البرلمان المجمدة أعمال، ويقول لك الحل للأزمة السياسية اللي تعيشها تونس راهو ما ينجم يكون كان في الحوار، وننهيو الإجراءات الاستثنائية مع إصدار البرلمان قانونا للانتخابات المبكرة وتركيز محكمة دستورية. هذوما الشروط اللي قدمهم عياض اللومي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. يقول لك زيدا أنه لازم نعولوا على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اللي هو تم حله. أما يقول لك زيدا أنه راهو يرفض المجلس الوقتي اللي أحدثه رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويقول لك راهو تم منح تونس جائزة نوبل للسلام بفضل نجاح الحوار، وبالتالي اليوم لا حل غير الحوار للخروج من الأزمة السياسية الخانقة واللي هي أثرت على كل الأمور خاصة الاقتصادية والاجتماعية، مفاوضات صندوق النقد الدولي، كل شيء راهو مربوط بالسياسة. دونك فما أزمة سياسية اليوم، ما فماش حوار، شكون باش يسلفك فلوس ولا باش يعطيك قروض في الوقت اللي ما فماش حوار في البلاد، ولا ما فماش تفاهمات، ولا فما أطراف مختلفة، ولا فما يعني هالمشاكل هذه الكل اللي تنجم تقلق. وبالتالي المحور الاقتصادي مهم يسر في هذا الحوار اللي يدعو له عياض اللومي وعدة أطراف أخرى.